السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ تمام والله الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. بس الاستاذ عصام لو امكن مولانا الشيخ عصام. نعم يا فندم اتفضل. انا شغلتي محامي يا استاذ احمد. اتفضل. خريجين موكلين في المكتب للدفاع عنهم في المحكمه. تمام. في بعض من هؤلاء الموكلين بحس ان هو كذاب. تمام. عن واحد ببقى متيقن ان هو ارتكب هذا الفعل. ايوه. فهل ده حلال ام حرام؟ طيب حاضر. انا شغلتي محامي زي ما بقول لك. تمام. بيجي المكتب تحكي لي موضوع بستجوبه، بقى المهم في الاخر بعرف ان هذا الرجل ليس على حق. طيب القضيه استاذ محمد، اسمع الشيخ يا استاذ محمد، يا استاذ محمود، استاذ محمود، مع حضرتك محمود. انا معلش اصل انا شايف من الشاشه ميم حاء ميم بس مش شايف بقيه البيت. ما اقصدش انا، بس اللي باين قدامي على الشاشه مش الباقي، مش باين بيت اسمك، ثلاث حروف بس. نعم انا اسف. نعم. يعني القضايا اللي بتجي لك قضايا يتعلق بيها حق حق للاخر اللي عند الناس، ولا حق من حقوق الله؟ يعني واحد زنى، واحد كسر إشارة، واحد مش عارف إيه، مخالفات مرور، ولا قضايا واحد واكل حق الواحد؟ في حاضر الشيخ عصام، الأمر مفتوح مفهوم، يعني الأمر فيه الشيخ عصام. أصلا الفتوى هتختلف على الإجابة بتاع على سؤال حضرتك، وصلك فكرتي في إيه؟ أنا هوضح لسيادتك. اتفضل. في بعض قضايا يا شيخ عصام بيترتب على حقوق الاخرين. ده اللي انا عايز استفهم فيه. في وفي بعض قضايا يعني مخالفه مرور، واحد ضرب واحد، واحد يعني عامل حيله من الحيل عشان يعمل غرض معين بس. طيب اجاوب حضرتك. تمام، السؤال وصل يا استاذ محمود. حاضر، والشيخ ان شاء الله يجيبك وتسمع الاجابه الان باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك، اتفضل يا مولانا. يعني هو طبعا مهنه المحاماه في اصلها مهنه شرعيه حلال، يعني نعم. انها الاصل فيها انها ترفع الظلم عن المظلوم وتاتي بالحق لصاحبه، هذا الاصل في المحاماه. تمام. وهي بتاتي في باب التوكيل في الحكم في الشرع، انك توكل احدا عنك، وحتى المحامي يقول لك ان موكلي. ايوه، يعني لانه موكل عن الشخص. طيب، والدفاع عن احد باجر لا باس به لا مانع منه شرعا. أيوة. المساله تعتمد على هل انت متيقن من ان الموكل الذي جاءك مخطئ ويريد ان تمنع وصول الحق الى صاحبه وان تبرئ جانيا، عندئذ هذا لا يحل لك شرعا، حرام. تمام. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم، ده امر. طيب، لا انا الرجل مجرد احس، الاحساس مش حكم لوحده الا لو بيقين عندك، لان حتى الاحساس لو انت يعني احسست او توسمت انه مظلوم وطلع بعد كده لا مش مظلوم، لا وزر عليك في هذه الحاله، لقول صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ويعتريني ما يعتري البشر، فمن اقتطعت له شيئا من أخيه فإنما أقتطع له إيه؟ قطعة منه، ولعل بعضكم ألحن في الحجة عن بعض. ده الشاهد هنا. ألحن هنا بمعنى إيه بقى يا شيخنا؟ إن عنده أسلوب يتكلم بيه. يعني بيلعب بثلاث ورقات زي ما بيقولوا. أو طريقة إقناع. بيقدر يقنع، والتاني صاحب حق لكن مش يعني قادر ياخد حقه. يقول عنك كدب مسوي ولا إيه ولا صدق ملخبط. أيوه. يعني مع فارق التشبيه يعني. أيوه. طيب، في الحالة اللي زي دي، طيب انا لو انا بترافع على واحد في قضيه لكن مش مبني عليها حق الاخر، كسر اشاره، مش عارف، مخالفه مرور، حاجات من اللي هي ممكن ايه حق اشبه بحق عام او شيء ممكن يتجاوز عنه، ده لا مانع فيها زنا، يعني شاكك معاه ولا معهوش بتاع، وارد، دي فيها مساحات اوسع، لكن حقوق الاخرين العباد هي دي اللي لازم ندقق فيها. تمام. طيب، لا ده ضارب واحد وقصه. طيب اذا انا ممكن في دوري كمحامي الجا للحل بالتصالح واتعابي مش هتضيع علي. وده كان بيعملها الله يذكره بالخير الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ايوه. قبل اللجوء والرفع والقضايا دي كلها يحاول يحل ودي. وبعدين كان مره ساله شيخنا الشيخ عبد المعز بن ستار الله يرحمه
فبيقول له انت لازلت على الماء؟ قال له بدأت اضيق فيها لان بعض الناس بدأ يستغلها في مط الاجل واكل الحقوق. ايوه الاطراف الاخرى يعني. فهنا فيها هذه المساحة. لو انا متيقن ان الحق ليس معه طيب، لكن انا ممكن هيتعاقب هيتعاقب، فانا دوري انزل لاني شايف الراجل غلطان نعم لكن تايب وراجع وندمان وعايز اوصل بيه عند القاضي لاقل درجات العقوبة. لا بأس في هذه المرحلة ايضا انا اكون محامي عنه. تمام. لانه معترف لي وكذا وهمتك معانا ما ناخدش العقوبة القصوى يعني. ايوه. ماشي. يبقى هو ده دور المحامي. يبقى ده دور المحامي. تمام. طيب صرت في حاجة انا رفعت فيها وانا مش ضامن القاضي يحكم بيه، لان في النهاية راح مدي براءة مثلا وهو مدان وفي حق مترتب، بتفق معاه. لو انا المتوقع بنسبة 90% اني لا عقوبة، لكن دور ان انا انزل بايه اقل العقوبة. طيب. لكن فجأة القاضي راح مدي له براءة. فانا بتفق قبلها. بس الناس دي لو حصل انك انت خدت براءة ليهم الحق الفلاني. ايوه. الحق ده تدولهم؟ اه نعم. نكتب نكتب. تمام. انا من باب ان اامن نفسي شرعا ربنا. أيوة. هو بقى غدر. خلاص يا ابني. اتحمل وزر نفسي. فانا هنا المسألة يعني بتبقى اجتهادية قدر الاستطاعة. ايوه. لان مش هتبقى انت متيقن ان ده يعني غلطان الا لما يجي يعترف لك بالكامل. انا عملت كذا كذا كذا، وده بيبقى رايح لمحامي معين يقول انا عملت عشان تطلعني منها ازاي. مظبوط. مش جاي لك عشان تقول له انت صح وصح ولا غلط. ايوه. فالمسألة بتعتمد على ما يقبل فيه التوبة وليس فيه رد للحقوق تترفع عنه فيه، وما لا يقبل فيه التوبة. يعني لو واحدة متهمة بالزنا خلاص وضبطت متلبسة لكن ما فيش فيها الشهود الكاملين. أيوة. ومش واحدة ممتهناها مهنة الدعارة مثلا، ده من حقوق الله مش من حقوق العباد. الزنا من حقوق وارد ادافع، لكن مش من باب ان انا ايه ابرأ كل واحدة فتمشي على حال شعرها. انا هنا القصد ما يكون فيه ما لا يترتب عليه حق الاخر حق للعباد، ده للواحد لا يتسامح فيه باي حال من الاحوال. تمام. جزاكم الله خيرا يا شيخنا.